قلت لك عزيزي مشجع تشيلسي اللي بيعمله توماس توخيل ماتش فولهام ممكن يعمله ماتش ريال مدريد، واتمنى انه يعمله ماتش ريال مدريد. اتمنى ان هو يلعب بالخمسة 3-2 اللي لعب بيها قدام فولهام قدام ريال مدريد، علشان خاطر لما تعمل زحمه في نص الملعب فوقتها هتخلق مشكله ما بين خط وسط ريال مدريد وخط هجومه. ده اللي كنت بقوله وده اللي كنت عامل حسابه، وسبحان الله الراجل حرفيا عمل اللي عمله في مباراه فولهام. 5-3-2 محترمه جدا جوه الملعب، على الورق بتشوفها ان هي 3-1-4-2، بس هي جوه الملعب جورجينيو وموسم مونتو وكانتي الثلاثه نازلين على خطوط متقاربه، بيبعد موسم مونتو والكره مع تشيلسي علشان خاطر يروح يعمل واجبات هجوميه مع تيمو فيرنر ومع كاي فيرتز علشان خاطر الطريقه تتقلب ل 5-2-3 مع تقدمات موسم مونتو. اما لو الكره ضد تشيلسي والكره مع ريال مدريد بتلاقي ان هي رجعت 3-5-2 محترمه جدا 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 جدا، قادره على ان هي تظهر ريال مدريد فريق مالط. معلش عايز مشجع ريال، بس انت يعني اللهكم في ورك بصراحه على الثلاثي الهجوم اللي عندك يا راجل يا راجل، الوضع متعب جدا بالنسبه لك يا راجل. يعني مستحمل فينيسيوس ازاي ومستحمل هازارد ازاي بالمستوى ده؟ ممكن يكون مشكله عند زيدان ان هو بدا بهازارد وان هو لخفن الدنيا ان انت بتحط هازارد شمال وبتحط فينيسيوس يمين، مع ان فينيسيوس اساسا عنده مشكله كبيره جدا ان هو لا دافع يمين ولا شمال، على فترات او طفرات بتلاقي ان هو لعيب جيد وبيقدر يجيب اهداف، انما في وقت تاني بتلاقي ان هو لعيب جيد بس ما بيجيبش الاهداف، وفي وقت تاني زي النهارده لا لعيب جيد ولا بيجيب اهداف، وقتها بتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا. وتبص على قوه ريال مدريد جوه الملعب تلاقي ان هي بتتمكن في الثلاثي بتوع نص الملعب بتوعك في ال 4-3-3 او 4-1-4-1 او 4-2-3-1 او اي طريقه ريال مدريد لعب بيها بيكون واضح نقطة القوه فين، كازيميرو، لوكا، توني كروس، والباقي جوه الملعب بيكون عباره عن ضيوف شرف، خصوصا لما مندي يكون لسه راجع من الاصابه وما جابش فورمه، وتلاقي ان ناتشو بيلعب ناحيه اليمين وهو ماشي على عتلته، وتلاقي كمان ان انت تلعب قدام فرقه زي ما قلت لك 5-3-2 بالحرف الواحد، لما بنشيرو بينزل لتحت وتلاقي كمان اسبليكويتا بينزل لتحت علشان خاطر تلاقي ان انت عندك اتنين باكات مش مسموح لهم ان هم يهاجموا خالص، لا بنشيرو الهاجم النهارده كتير ولا اسبليكويتا هاجم اساسا، فكنت بتلاقي ان انت قدام فرقه حرفيا خلاص يعني هو مستموته عامل حسابه على ان هو هيخطفك بهدف ويخلص عليك الجيم تماما، وده باعتماده برضه على كايا فيرتز كمهاجم تاني. كايا فيرتز يا جماعه قلت لك قبل كده ان الولد ده عنده برود غير طبيعي قدام المرمى، اتفرج عليه في لقطه الهدف الاول، لقطه الهدف الاول ايه ده؟ بيستلم بيمينه وبيحط بشماله وبتبقى في العرض او تيمو فيرنر بترد له يجيب الهدف علشان خاطر يبص كده على حساب اوف سايد ولا حاجه، يقول له لا روح احتفل المره الاولى كانت اوف سايد، احتفل بقى يا تيمو واركب الترند يا راجل، انت جبت هدف وسجلت. ووقتها تشيلسي يجيب الهدف الاول، والسيناريو اللي كنت تخشعه عزيزي مشجع ريال مدريد حصل بالحرف، تشيلسي رجع دافع وانت معاك الكوره ونجولو كانتي وجورجينيو عاملين مباراه عمرهم وانت مش عارف اساسا توصل لخط دفاع تشيلسي، وكل ما تفكر ان انت محتاج تلعب عرضيات بتحس ان ده كمين معمول لك، اللي هو انت لو لعبت عرضيات في ثلاثه فيهم اتنين ممتازين اساسا بالكوره الحاليه تياجو سيلفا وكمان روديجر، فبتلاقي ان انت كريم بنزيما مش عارف تعمل معاهم كتير، فعلشان كده لما لقيت التسويبه برده بتاع كريم بنزيما اللي بتصدرها ادوارد مندي الصفقه الانجح في تشيلسي مهما اتكلمنا على نجاح كل الصفقات، بس ادوارد مندي حل لك مشاكل كتيره جدا كنت بتعاني منها في تشيلسي، وبرده مندي طلع واحده من بنزيما الشوط الاول، لما كتبت ما بين الشوطين وقلت يا جماعه ان ده أسوأ خط هجوم لريال مدريد وان هم لو قعدوا يلعبوا يومين مش هيسجلوا، ففي واحد صديق رد عليا وقال لي بلاش تستفزهم، مندي مطلع جولين واستفزازي ليهم ده انتج على ان هم الشوط الثاني ما وصلوش اساسا نص ملعب تشيلسي علشان خاطر يكونوا خطر على مندي ولا حد اساسا يسجل منهم، ده قاعدين في نص الملعب مش عارفين يباصوا باصتين على بعض، ريال مدريد شوط كامل مش عارف يعمل اي حاجه جوه الملعب، العكس تماما تشيلسي هو اللي عمال يهاجم وتشيلسي عمال يضيع، وكاي فيرتز بيضيع انفراد بيتصدى له تيبو كورتوا، تلاقي ان جولو كانتي بيتشال منه فالفيردي اللي بينزل مكان فينيسيوس جونيور، وتلاقي ان زين الدين زيدان بيدور كده في عقله ما عندوش حد على الدكه حرفيا، يعني زين الدين زيدان بيبص عنده على الدكه عنده رودريجو وعنده فالفيردي عامل بيهم ايه؟ طيب يعني هيفيدوني باي حاجه جوه الملعب؟ عندي ماركو اسانسيو اللي هو اول تغييرين لقيت ان هو منزل اسانسيو ومنزل فالفيردي، طب هل هم افادوا اي حاجه؟ ما قلت لك فالفيردي شال كرة من على خط الجون لنجولو كانتي، وكمان موسم مونتو بيضيع، وتلاقي ان كريستيان بولوسيتش نزل من على الدكه مكملين نفس المنهج بتاعنا هو هو، تيمو فيرنر طلع كريستيان بولوسيتش مكانه، بس قلبناها بقى ودينا كاي فيرتز ناحيه الشمال وجبنا هنا كريستيان بولوسيتش ناحيه اليمين، ونجولو كانتي برده لسه بيكمل ابداعه الامتاع بتاعه، وكانتي بيقطع لك واحده
بيديها لبوليسيتش بيقول له خد خلص الماتش. بوليسيتش بيروح للكورتا اعمل له كده، بعد كده يرفع عينه يلاقي ان موسم مونت لوحده. موسم مونت بيسجل الهدف الثاني، كانت خلاص خلصت كده ورسميا ريال مدريد بقى بره البطوله. قال يعني قبل الجول الثاني كان ريال مدريد اساسا جوه البطوله. خلص صفحه على كده، وتشيلسي يستحق بكل جداره وبكل امانه ان هو يوصل فاينل على حساب النسخه السيئه والرديئه المقدمه من ريال مدريد كلاعيبه. المشكله مش في زيدان، لو قعدت تتكلم عن المشكله هو هتقول ان زيدان، لا المشكله مش في زيدان خالص، المشكله ان دي مجموعه صعب انك تاخد بيها بطوله عليه. دي منافسه بيهم لحد دلوقتي في الدوري الاسباني والوصول بيهم بدوره الاربعه ده انجاز زيدان يا جماعه بجد والله. زيدان عامل موسم جيد جدا ليه كمدير فني مع اسماء خلاص بطلت كوره، مع خط هجوم سيء جدا، مع خط دفاع رديء نوعا ما. ورجعنا النهارده سيرجيو راموس، بس برضه خط دفاع ريال مدريد سيء جدا. فالموضوع انت بتتكلم على ان المشكله في زيدان، لا المشكله مش في زيدان، المشكله مشكله ان الفرقه ما عندهاش، الفرقه فاضيه حرفيا. انت لو قعدت تدور كلهم بيلعبوا ناحيه الشمال، اسانسيو بيلعب شمال، ايدن هازارد بيلعب شمال، ممكن تغيره الطريقه تخليه يلعب باثنين فراوده، فينيسيوس بيلعب شمال، مش نافع شمال او يمين بس هو بيلعب شمال، مين بيلعب ناحيه اليمين؟ مفيش اي حد بيلعب ناحيه اليمين. فصعب انك تقعد تتكلم مع مدير فني وتقول له انت سيء وفشلت في استخدام العناصر اللي هم اساسا ويرز عناصر، يعني ما عنديش عناصر اساسا عشان افشل انجح في استخدامها، ده انا بحاول الصم على قد ما اقدر 11 لعيب، هتقول لي اصاباته مش اصابات، واحد زي هازارد ده اساسا جاي يموت في النادي يا باشا. يعني تتكلم مع زيدان في ايه؟ قول ان تشيلسي استحق عن جداره ان هو يوصل للفاينل. توماس توخيل عرف يدير الماتشين كويس، لقيت تشيلسي كانوا لعيبه على قدر المسؤوليه ولعيبه على قدر الحماس، وكان نفسهم يصعدوا فاينل اكتر من لعيبه ريال مدريد اللي خلاص تشبعت وخلاص ما بقتش قادره تقدم اي حاجه جوه الملعب. تشيلسي يستحق الوصول للنهائي. الف مبروك عزيزي مشجع تشيلسي، نلتقي في فاينل عزيزي، اهلا وسهلا بيك. كنت اتمناها تكون ما بين رياض محرز وحكيم زياش، بس الامانه تشيلسي قوي جدا حاليا حتى بدون حكيم زياش. عارف ان الكلام ده ممكن يزعجك لو وصلت لحد هنا، بس منك وصلت لحد هنا ممكن تعمل لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك، واعمل ديسلايك لو الفيديو ما عجبكش، وهارد لك عزيزي مشجع ريال.